كل يوم معاكم، بنقول لكم كل اخبار النادي الاهلي في كل مكان. عندنا مباراه مهمه جدا يوم السبت المقبل ان شاء الله في تمام الساعة 9 مساء ببرج العرب، مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني ليحتل بها قمة المجموعة بإذن الله. بإذن الله الأهلي ماشي بخطى ثابتة ما شاء الله، مع إن اللعيبة لسه بتتصاب وعاملين رعب. يعني عندنا نص الفرقة مصابة وعندنا لعيبة مهمة جدا مصابة وعاملين رعب كده الناس وقلق مش فاهمين إيه السبب. ناس بتتكلم لازم مش عارف الأهلي يلعب ماتشاته، ولازم الأهلي مش عارف يعمل إيه، ومش عارف الأهلي يعمل. الأهلي لاعب 16 مباراة أكتر من أي نادي في مصر، الأهلي كان بيمثل مصر أفريقياً يعني بصورة مشرفة جداً، الأهلي بيدخل من بطولة يطلع على بطولة، يا ريت الناس تشارك كمان علشان يحسوا بكمية الضغط اللي على النادي الأهلي في مبارياته، ومفيش ساحر يعني يقدر ينسق مباريات الأهلي وعنده بارتباطات أفريقية وكان عنده ارتباطات عربية، يعني البطولة العربية أساساً لسه لغاية النهاردة مش عارفين الأدوار النهائية هتكون إيه أو ماشيين بدور إيه، أو يعني في حاجات كتير قوي لما تكون الدنيا ملخبطة بيبقى الموضوع صعب على الناس، مش ماسكها ساحر هو، الأهلي يلعب كل يوم، الأهلي يلعب كل يومين، الأهلي بيلعب كل ثلاث أيام أو كل أربع أيام، 16 مباراة بما فيهم السفر للبلاد الأفريقية أياً كانت فين بقى. فمش عارف مش عارف إيه كمية الكلام وكمية يعني عايزين يزنقوا أي حاجة، اتحاد الكورة يزنقوه في أي حاجة مع النادي الأهلي، الحاج عامر في أي حاجة مع النادي الأهلي. النادي الاهلي عمره يعني طبعا ما احترمنا لكل الناس، ما احترمنا كل الناس يعني بنكننا كل الاحترام طول عمرنا كنادي اهلي او مؤسسه كبيره بحجم النادي الاهلي بتكن لكل الناس كل الاحترام والتقدير ايا كان. حتى ساعات الناس اللي بتخونهم الالفاظ عموما يعني. لكن النادي الاهلي عمره ما بيحتاج حد غير ربنا طبعا. والتاريخ بيقول كده. يعني النادي الاهلي مثلا خد بطولات افريقيه وخد مش عارف 40 بطوله دوري ومش يعني مش عايزين نقعد نعد كل شويه احنا عمالين نتصاب الظاهر من كتر كلامنا على اللعيبه ولا ايه وعلى البطولات. فالنادي الاهلي الحمد لله مش محتاج اي حاجه. النادي الاهلي بالعكس صوره مشرفه للجميع. النادي الاهلي اي حد في افريقيا عارف مصر رياضيا من خلال النادي الاهلي. واكيد طبعا بيجي الانديه الثانية نادي الزمالك طبعا نادي الإسماعيلي شعبيته الكبيرة جدا وكل الأندية اللي عندها شعبية. فأنا بقول أو كلامي قاصد بيه إن النادي الأهلي مش محتاج أي حاجة، إن شاء الله نلعب كل ثلاث أيام، إحنا بنلعب كل ثلاث أيام فعلا. إيه المشكلة؟ وبعدين نطلع نقول أصل إحنا مش هنلعب ماتشات. طب افرض لجنة المسابقات أو الحاج عامر حسين قال الأهلي والزمالك هيلعبوا قبل ماتش الماتش الزمالك اللي جاي مع مين؟ مع النجوم. افرضوا اتحاد الكوره قال الاهلي والزمالك قبل ماتش النجوم هتعملوا ايه بقى؟ انا عايز اجابه. اجابه صريحه جدا. لو اتحاد الكوره او الحاج عامر حسين قال يا جماعه خلاص يا جماعه ماشي احنا فضلنا ماتش انبي ماتش الزمالك. ماتش انبي خلاص هنلعبه ماتش الزمالك. افرض لعبناه قبل ماتش النجوم وانت عندك طارق حامد موقوف وعندك كهربا موقوف وعندك حازم امام موقوف هنعمل ايه بقى؟ هنقول ايه؟